السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أخواتي الأعزاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليك وعلى آلك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. أحمدك ربي وأستعينك وأستهديك وأستغفرك. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب الملائكة المقربين، سبحانك يا رب الملائكة المسبحين، سبحانك يا رب الملائكة الحافين من حول العرش، سبحانك يا رب الملائكة الكروبيين، سبحانك يا رب الملائكة الذين هم في حضرة القدس حاضرون، سبحانك يا رب الملائكة الذين في السماوات الذين هم في السماوات قائمون راكعون ساجدون، سبحانك يا رب الملائكة الذين يفعلون ما يؤمرون، سبحانك يا رب الملائكة الذين هم في الأرض ساعون، سبحانك سبحانك ولا يقال لغيرك سبحانك، بل لك أنت وحدك يا الله سبحانك. سبحانك يا عالم يا عالم يا عالم، سبحانك يا قادر يا عالم بالأمور، يا ملك يا قهار يا عالم الأسرار. سبحانك يا ربي فأنت دائما نعماء يا خالق الأرض والسماء. سبحانك سبحانك ربي سبحانك، ولا أقول لغيرك سبحانك، بل لك أنت وحدك يا الله. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة كمية الرسائل اللي جات لي من أهالينا وولادنا وإخواتنا وأخواتنا اللي بتتكلم عن التوبة، اللي بتتكلم عن التوبة ومعاني التوبة ومعاني الاستغفار ومعاني العودة إلى العزيز الغفار. الكل يقول قبل فعل المعاصي كانت حياتي جميلة وحياتي مستقرة وحياتي راقية وحياتي مليئة بالخيرات ومليئة بالنور ومليئة بالفهم ومليئة بالوعي، أسرتي مستقرة، أولادي مستقرين، أهل بيتي مستقرين. يقول لي في الخطاب بعد أن وقعت في المعاصي وبعد أن استسلمت للمعاصي وبعد أن رضيت بالمعاصي تحولت حياتي رأسا على عقب، تدمر شغل، تدمر بيتي، تدمر أولادي، تدمر مجتمعي كله المحيط بي، نفرني ولفظني و و و و و بيقول لي خد بإيدي. قلت له إحنا كلنا محتاجين إن ربنا ياخد بإيدينا، كلنا إحنا كلنا محتاجين إن إحنا نلجأ إلى الله تبارك وتعالى، إحنا كلنا محتاجين إن إحنا مهما بعدنا نرجع، إحنا كلنا محتاجين مهما بعدنا عن العزيز الغفور نرجع له، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإني لغفار لمن تاب. البيوت بيقول لي البيوت ما عادش فيها بركة، البيت ما عادش فيه بركة، الفلوس اللي بنجيبها ما فيهاش بركة، بتطير على طول. أنا أعرف واحد والله وأقسم بالله موظف حكومي وعنده ابن في طب وبنته تجارة وبنته التانية في طب وبنته التانية في كلية تربية، وهو وزوجته ويعيش بمرتبه في الحكومة ما شاء الله تبارك الله، أولاده طالعين من الأوائل، رقم واحد هو مصلي، رقم اتنين مش مرتشي ماخدش رشوة، رقم ثلاثة بيمشي على قده. يعني ايه امشي على قدي؟ يعني على قد اللي في جيبي. كثير من الناس لما بتحصل اضطرابات في الحياة، اضطرابات في الدول واضطرابات في المجتمعات واضطرابات حول العالم، فبتحصل اضطرابات اقتصادية، وهو كان متعود الرفاهية، وهو كان متعود ان البذخ، وهو كان متعود ان يعني يرمي نص الاكل في الزبالة، ولما حصلت الاضطرابات بدأ يقول انا متضايق في بلادي، انا متضايق في مجتمعي، انا متضايق من كذا، انا متضايق من كذا، ويروح يرتكب اخطاء، اصل هو متضايق لانه مش الرفاهية مش ماشية معاه بالشكل اللازم. المهم فما فهمش، ما عرفش ان هو يتعامل مع الحياة ويوازن الحياة. الحياة ساعة فوق ساعة تحت، لما تبقى فوق أنا أصرف وربنا سبحانه وتعالى يبارك لي، إنما لما تبقى الحياة مسكت شوية وتحت أنا بدل ما أصرف 100 جنيه
احاول ان انا اصرف 50، احاول اصرف 25، واهل بيتي يتعودوا على كده. بعد ما كنا بنرمي في الزبالة، لا نلم الموضوع، لان احداث الحياة خارج ارادتنا، احداث الحياة خارج ارادتنا. واحنا هنتكلم ان شاء الله باذن الله تعالى عن قول الله تبارك وتعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فالحقيقة لما هو كلمني وقال لي بقى ان انا تهت، انا ضايع، خد بايدي، انا في بلد يعني والعياذ بالله ماشي في مع الناس اللي على الشواطئ اللي بتسكر اللي قلت له طب ما في ناس تانية بتروح تصلي في الجامع عند الشواطئ دي، برضو في ناس تانية بتروح تصلي ومعاها سبحتها وقاعدة تسبح ربنا وتشوف قدرة ربنا في البحر وخلق البحر والنعم الموجودة في البحر. ف كثير مننا بيعيش في ضيق بسبب الذنوب. قد تكون ذنوبنا هي ذنوب المحمول اللي في ايدينا، عمالين ننظر واحدة بترقص، لا التاني بيعمل مش عارفة ايه، لا التاني ايه، وعمالين ننظر الى فتن الناس، الى عورات الناس، عمالين ننظر الى غضب الله تبارك وتعالى ونحن نغضب الله. وقال ايه؟ قال نقلب في الموبايل. نحن لا نقلب في الموبايل، نحن نقلب في المعاصي. خدت بال حضراتكم؟ فما تستسهلوش، لأن كل نظرة بتشوفها على الموبايل والنظرة دي لمنظر أنت يعني حرك فيك شهواتك وحرك فيك يعني والعياذ بالله الحاجات الغير طيبة، اعلم إن ده في صحيفة سيئاتك. تخيل بقى أنت بتتعامل مع الموبايل ده 5 ساعات 6 ساعات 3 ساعات، عمال تلف كل لقطة بمعصية، كل لقطة بمعصية، كل لقطة يعني كل حاجة بتشوفها فيها كذا. في غيرك؟ قلت له في غيرك، في غيرك ساعة ما بيلاقي أي حاجة من دي يفرها كده بسرعة، إنما ينظر إلى إيه؟ ينظر إلى المواعظ، ينظر إلى الحكم، إلى التربية، إلى الفهم، إلى الوعي، إلى الإدراك، إلى السعادة. ينظر إلى الأشياء التي تدفعه للأمام، التي تحرك عقله نحو الفضيلة، تحرك عقله نحو الرسائل الجميلة في الحياة والرسائل الجميلة اللي في هذا الجهاز. أننا لم نستسلم للرسائل القبيحة، إنما نستسلم للرسائل الجميلة. نعم للرسائل الجميلة. ولذلك اسم الحلقة دي نعم للرسائل الجميلة، نعم للرسائل الجميلة، نعم لكل رسالة حب جميلة تدعو إلى الفضيلة، نعم لكل رسالة علم جميل فضيلة تحمل الفضيلة لتبلغه للناس، نعم لكل رسالة فهم جميلة تنهض بالناس، نعم لكل رسالة علم تسمو بعقول الناس، نعم لكل رسالة فيها أمل للناس، نعم لكل رسالة تعلمني آية من القرآن الكريم، نعم لكل رسالة تعلمني حديث عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، نعم لكل رسالة تعلمني كيف أتعلم علوم الإدارة، كيف يكون لدي مهارات التواصل وثقافة الحوار مع زوجتي، مهارات التواصل وثقافة الحوار مع نفسي، مع ذاتي، مع روحي، مع فكري، مع مشاعري، مع أحاسيسي. كل رسالة تعلمني أن أكون إنسانا فاضلا في الحياة، تعلمني أن أكون إنسانا ورعا في الحياة، تعلمني أن أكون إنسانا من أهل الفهم كما قال تعالى ففهمناها سليمان، تعلمني أن أكون من المتقين حتى أحصل على العلم من رب العالمين كما قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم لكل رسالة على هذا الجهاز تدعوني إلى أن أكون رجلا أو امرأة، تدعون أن تكون امرأة عظيمة، امرأة راقية، امرأة لديك الإيمان والطاعة والشموخ والعز والكرامة والفهم والوعي والذكر، ولديك مهارات تربية الأولاد ولديك مهارات الاقتصاد في البيت. كان زمان بيدرسوا مادة علمية اسمها علم الاقتصاد، الاقتصاد كان الطلبة في المدارس بيتعلموا علم الاقتصاد، إن إزاي المرأة تصنع أشياء في البيت مش لازم تشتريها من بره. فلما الأمور يعني تشتد علينا في الحياة، لا نحن لا نشكب ولا نستنكر، نحن لا نشكب ولا نستنكر، إنما بنعمل إيه؟ بنبدأ نعمل يكون عندنا هرمونية. مش وأنا أقود السيارة ساعات بيقابلني منحني؟ نعم. أنا بقى ما بمشيش على طول، لأن لو مشيت على طول هلبس في الحيط، هلبس في الدنيا، هلبس في الصور. طب أعمل إيه؟ يبقى عندي مرونة أنني أمشي بسيارتي في الطريق بالمنحنى. هكذا في البيت، يبقى عندي مرونة في البيت،
النهاردة أجيب ده، النهاردة أحضر ده في البيت، النهاردة أجهز ده، النهاردة أطبخ ده وعينه في التلاجة عشان نأكله على ثلاث مرات. لا مانع، التلاجات دي مش محطوطة في البيوت كده عشان أزايز المياه فقط يعني، إنما ونعلم الأولاد، نعلم الأولاد إن إحنا نأكل، إن إحنا نغرف على قد اللي إحنا هنأكله، نغرف على قد اللي إحنا هنأكله وما نرميش. لأن كثير من الناس المبذرين، إن المبذرين كانوا إخوانا الإيه؟ الشياطين. ربنا يكفينا الشر. مبذرين بقى، مبذرين في الأقوال، مبذرين في الأفعال، مبذرين في النظرات، مبذرين في ما يسمعوه، مبذرين في خطواتهم، مبذرين في أعطاء في أخذهم، في عطائهم، مبذرين في حق بيوتهم، مبذرين في حق مجتمعاتهم، مبذرين. إن المبذرين، المبذرين في كل شيء، في كل شيء. فالتبذير ليس واقف فقط على المال أو على الأكل والشرب، إنما قد تكون من المبذرين في كلماتك، قد تكون من المبذرين في أفكارك، قد تكون من المبذرين في الأشياء التي أنت تسمعها، أشياء أنت لا تسمع، إنما أنت مبذر تسمع أي شيء. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. بتنفق بقى كل ما منحك الله تبارك وتعالى بتبذير وبلا إتقان. طبعا التبذير هنا هو الأصل في الأشياء أنها هي الحلال، ولكن حينما يصل الأمر إلى الإسراف ويصبح الإنسان مسرف، مسرف على نفسه ومسرف على مجتمعه ومسرف على أولاده ومسرف، فده شيء مؤلم. فنعود بقى إلى إيه؟ ابننا الجميل اللي يعني يقول أنا أريد أن أعود إلى الله تبارك وتعالى. أنا بصراحة فرحت بيه جدا. فرحت بيه ليه؟ لأن يا جماعة يا أخواتي يا حبايبي، ساعات الموت بيخطفنا كده، بيخطفنا واحنا بنتكلم، بيخطفنا واحنا واقفين، بيخطفنا واحنا ماشيين، بيخطفنا واحنا سايقين، بيخطفنا واحنا بنبني، بيخطفنا و و و فالموت لا يهاب عظيما ولا يحترم كبيرا ولا يرحم صغيرا. الموت قادم، بيكون قادم. فالموت لا يهاب عظيما ولا يحترم كبيرا ولا يخاف صغيرا ولا يرحم صغيرا. فاحنا انا لازم اعد، أنا بسأل نفسي كل يوم، إيه يا رضا اللي أنت أعددته لنفسك للقاء الله؟ أنت بتطلع تكلم الناس، هل أنت بتعيش الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ هل أنت فعلا بتخاف ربنا؟ هل أنت فعلا حريص على ذكر الله؟ هل أنت فعلا حريص على الاستغفار؟ هل أنت حريص فعلا على القرب بالله العزيز الغفار؟ هل أنت فعلا أنت تدعو الناس من قلبك؟ فعلا أنت بتدعو الناس من قلبك لأنك خايف عليهم، خايف إن هم يمشوا مع الشيطان. ما هو الشيطان يدعو وإحنا بندعو، فإحنا هو بيتحدانا أنه يتخطف الناس ويذهب بهم إلى الهاوية، ونحن بنتحدى أننا نحن الذين نأخذ بأيدي الناس ونذهب بهم إلى ربهم تبارك وتعالى. ساعات ناس بتقوم جاية بسهولة كده معانا وبيقول لك إيه، أنا هتصالح مع ربنا تبارك وتعالى، وهتصالحنا على الاستغفار، وهكون مع العزيز الغفار، وهعيش في الأنوار من رب غفار، وأكون بقى في الإشراقات والفيوضات والفتوحات والبركات والنعم النازلة إلينا من رب الأرض والسماوات تبارك وتعالى، ويعيش في أنوار المستغفرين، أنوار المستغفرين مع رب العالمين. وخلي بالكم، الشخص المستغفر ربنا تبارك وتعالى له نعم كثيرة ربنا أعدها له. أولاً لذة الذكر عندنا عبادة الطائعين، وعندنا عبادة المستغفرين وعبادة النادمين. عبادة النادمين هم النادمين عندهم عبادة، نعم. ده النادم ده عليه حتة قلب، ده النادم ده عليه شوية دموع، ده النادم ده عليه انكسار في مشاعره وعواطفه لله عز وجل، ومكسوف، مكسوف من ربنا على اللي هو عمله، مكسوف من ربنا تبارك وتعالى على اللي هو عمله. خدت بالك؟ فالنادم ده يا سلام عليك وعلى جمالك أيها النادم. ما أروعك وما أروعك، ما أروعك أيها النادم، ما أروعك أيها العائد، ما أروعك أيها المستغفر، ما أروعك أيها المستشعر بلذة القرب بالله الواحد الأحد، أيها المستشعر بلذة الأنس بالله الواحد الأحد، أيها المستشعر بلذة السجود لله الواحد المعبود. ما أروعك، ما أجملك، يا سلام
يا سلام على هذه النعم التي حبانا بها ربي تبارك وتعالى حينما نكون من النادمين. عبادة الطائعين، عندنا عبادات الطائعين بقى اللي هم بيحافظوا على صلاتهم وعلى زكاتهم وبيحافظوا على صدقهم وأماناتهم وحجهم وبيحافظوا على جميع مثلا وعلى الصيام بنوافله وعلى الصيام بفروضه ويحافظوا على الحج بإحكامه وفروضه وسننه. عبادة الطائعين دي كلها عبادة الطائعين. عندنا بقى عبادة تانية اسمها عبادة النادمين. عبادة النادمين دي أنا عدت في يوم قلت يا رب، هم النادمين دول لما بيعودوا إليك لهم عبادة مخصوصة؟ وأنا قاعد أفكر كده، كنت خارج من المنصورة من عند الجامعة كده، متجه إلى طالع بقى طريق القاهرة، كان عندي محاضرة وماشي أكلم نفسي في الحتة دي، الحتة اللي هي بعد كبر المنصورة لحد ما اتجهت بقى لطريق القاهرة. أنا كنت بكلم نفسي في الحتة دي على الموضوع ده، في المكان ده على الموضوع ده، وأنا أقود السيارة كده إيه وماشي أتفكر. فالحقيقة وجدت إن عبادة النادمين دي، يا سلام، عبادة النادمين هي انكسار القلب إلى الله، عبادة النادمين كثرة الاستغفار على ما فعلوا، عبادة النادمين الندم على ما حدث لهم من التقصير مع الله، عبادة النادمين هي كثرة الألم في قلوبهم بسبب معاصيهم التي كانت قبل ذلك، عبادة النادمين استشعارهم بأن الله تبارك وتعالى كان يراهم وهم على معصيتهم، عبادة النادمين استشعارهم بأنهم تعدوا حدود الله، عبادة النادمين استشعارهم بأن الله تبارك وتعالى لا يليق به ما فعلوه، وهو الذي يقول اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، إنه بما تعملون بصير، 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 إنه بما تعملون بصير، يعني الإشارة للعين لا تجوز، إنه بما تعملون بصير. ليه ما شاورش على بصري وأقول يعني إن ربنا ليه؟ الإمام الشافعي، الإمام مالك يقول من قال أن القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، إذا أشار بأصبعه وقال القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن وشار بأصبعه هو بأن أصابع الرحمن، قال الإمام مالك تقطع أصبعه. عشان ما يعملش كده. ده علم اتعلمنا الأدب من الأئمة، علمونا اللمحات الجمالية دي اسمها اللمحات الجمالية، اللمحات الذوقية، اللمحات لي، لأن ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، ليست عيني كعين الله تبارك وتعالى، هو يراني بالأعين التي تليق بجلاله وعظيم سلطانه، ليس كمثلي شيء. يبقى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فهو بصير بعيوبنا، مطلع علينا تبارك وتعالى. فعبادة النادمين هي العبادة التي فيها الانكسار لله تبارك وتعالى العزيز الغفار. ولذلك النادم ده لما بيمسك سبحته ويبدأ يستغفر ربنا، بيستغفر ربنا بكل مشاعره وأحاسيسه، وبيستغفر ربنا تبارك وتعالى بندم، بيستغفر ربنا تبارك وتعالى بانكسار وذل لله الواحد القهار، بيستغفر ربنا تبارك وتعالى باستشعار أنه بين يدي العزيز الغفار، ويعني مكسوف، يعني مكسوف أمام رب تبارك وتعالى، يعني بيستغفر، يعني أنا مكسوف منك يا رب، أنا بستغفر لأن أنا مكسوف منك، لأن لا يليق بك أن أفعل ذلك. المهم يا حبايب قلبي، قلت له خلاص خليك معايا بقى، إيه هنعمل برنامج بإذن الله الواحد الأحد من خلاله ستقلع عن المعاصي وتنتصر، وربنا سبحانه وتعالى ينصرك بإذن الله الواحد الأحد. رقم واحد، المحافظة على الصلاة جماعة بقدر الإمكان، بقدر الإمكان في المسجد. طب إذا مثلا في مواعيد صلي بأهل بيتك، صلي بأولادك في البيت، يلا فلان ويلا فلان يلا فلان، وصلي بهم إمام في البيت، صلي في البيت جماعة، مرن بيتك على الصلاة، مرن أولادك على الصلاة، وفهمهم إن الدنيا دي هتتفض في يوم من الأيام، فنروح لربنا وإحنا ذاكرين، نروح لربنا وإحنا شاكرين، نروح لربنا وإحنا مصلين، نروح لربنا ونحن عابدين،
من أهل العبادة، نروح لربنا تبارك وتعالى ونحن من أهل القرآن الكريم، نروح لربنا تبارك وتعالى وهو راض عن أفعالنا في الحياة الدنيا. فقلت له فلنبدأ أولا بأن احنا نصلي جماعة. الصلاة جماعة لها أسرار وأنوار وإشراقات وفتحات وبركات ونعم. الصلاة جماعة، يبقى وأنا بستغفر عبادة النادمين، استشعارك بأن أنت من النادمين على ما فعلت من التقصير في حق الله تبارك وتعالى. في عندنا النادمين على تقصيرهم في حق ذكر الله تبارك وتعالى، في النادمين على تقصيرهم في حق الصلاة، في النادمين في تقصيرهم بأنهم فعلوا المعاصي التي حرمها الله، في النادمين على أنهم أكلوا بالربا، في النادمين على أنهم أكلوا حقوق الناس بالباطل، في النادمين على أنهم أكلوا حقوق إخواتهم البنات أو العكس، في النادمين على أنهم أكل حقوق أو أولاد إخواتهم الأيتام، في النادمين في النادم. فالندم على أنواع، الندم له أنواعه، الندم له جماله وله إشراقاته وله فتحاته. كفى في الندم أنك عدت فيه إلى الله، كفى في الندم أنك رجعت فيه إلى الله، كفى في الندم أنك استشعرت أنك من الذين قاموا بظلم أنفسهم. قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، ونسي ما قدمت يده. النادم بيفزع إلى قول الله تبارك وتعالى حينما يأتي الإنسان ويأتي معه الكتاب، يأتي معه الكتاب أعماله في هذا الموقف، أحصاه ربي تبارك وتعالى ونسوه، هم نسوه، أحصاه ربي تبارك وتعالى. ساعات يقابلني إنسان أجد فيه الكبر والعجب والغطرسة ثم بعد ذلك أسمع عنه أنه مات فجأة، بحب أشوفه أو هو ميت جدا، عشان أنا أتربى، لأن أنا لما شفت أفعاله دي فذكرته بالله تبارك وتعالى، فهو كده ظن ان المال اللي عنده ممكن يحميه، الجاه اللي عنده ممكن يحميه، منصبه ممكن يحميه، وفي الاخر اترمى، وما اترمى في التلاجة علشان تاني يوم هياخدوه بقى ويحطه في رجله ورقة مكتوب فيها اسمه ورقمه. خدت بال حضراتكم؟ يعني ساعات كده الواحد بيشوف ناس مش عايزة ترجع، مش عايز يبقى من النادمين، مش عايز يرجع لرب العالمين تبارك وتعالى، ومصر على الكبر والغطرسة والغي، ومصر على المعاصي، وتظاهر بأنه عاصي، يتظاهر بأنه يرتكب المعاصي، ويتفاخر بأنه يرتكب المعاصي، يتفاخر بأنه فعل الفاحشة، يتفاخر بأنه يعرف فلان وعلان أو تعرف فلان وعلان والعياذ بالله. وفي الآخر طريق، في الآخر بقى طريق صدام، يوم خطف ملك الموت، يلا بينا توكلنا على الله. خدت منها ايه اللي انت خدته منها من الكبر والعجب ولا اي شيء. ولذلك عبادة النادمين فيها لذة ذكر المنكسرين، بيستغفر ربنا سواء على صبعه او على سبحة، والسبحة من السنة. النبي شاف السيدة صفية تسبح على الحصى فقال هل ادلك على خير من هذا، وهذا هنا صيغة الذكر، إنما لم ينهها عن الذكر عن الحصى التي معها، ولو كان في نهي عن الحصى لنهاها حينما رآها الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكنه سكت عن الحصى. والسنة عندنا قولية أو فعلية أو تقريرية فعلها الحبيب صلى الله عليه وسلم. عندنا سنة اسمها سنة المشاعر والعواطف، كان صلى الله عليه وسلم يتجاوز في الصلاة حينما يسمع بكاء الطفل الذي أمه كانت تصلي. ولذلك بعض السيدات الفضليات مثلا بتحب تروح مع جوزها مثلا يتصلي في المسجد جماعة، يطلع لنا واحد يقول ما ينفعش، واحد من المتشددين، ما ينفعش النساء، يا ابني ده كانوا بيصلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين الصلاة جماعة وليست للرجال فقط، أيضا للرجال وللنساء، اللي تيسر له أنه هو يصلي في الجامع. أنا لا أنسى يوم جميل كنت بخطب الجمعة في مسجد الحاج محمود العربي في أبو رقبة، اللهم ارحمه واسكنه الفردوس الأعلى. فقال لي يا ابني أنا الجامع اللي أنت فيه ده كان أوضة وصالة، أبويا مات وسابنا وساب لنا الأوضة والصالة دي، كنا عيال صغيرة. المهم مع أقدار الحياة والتعب في الدنيا والجاري وربنا رزقني وأصبحت غنيا، فجيت منطقة البيت دي واشتريت البيوت، كل البيوت اللي حواليها، وأقمت في المكان ده، هذا المسجد الكبير اللي أنت شايفه ده. فده
المنزل المسجد الكبير ده هو أساسه بيت الأيتام، بيت الأيتام. المهم بعد ما خلصت الجمعة وأنا خارج فلقيت سيدة فاضلة عندها مثلا 90 سنة، والله وأقسم بالله ظهرها محني، وقامت منادية نادت علي قالت لي وادي يا رضا. وأنا خارج بقى مع الناس خطبة الجمعة وكان موضوعها جميل وكان موضوع جميل قوي، وادي يا رضا. قلت لها نعم يا نعم يا أمي. فقربت منها قالت لي أنا باجي أصلي هنا في المسجد، أنا بصلي الصلوات الخمسة كلها في بيت ربنا تبارك وتعالى، وقبل الفجر بنص ساعة أول ما بسمع التواشيح وكده فباجي بأقيم الليل لله تبارك وتعالى، فأنت شايف كده إيه؟ قلت لها يا أمي ربنا يزيدك نور ويزيدك رفعة، منورة نور نور نور، وشها كله نور، الوجه مليء بالنور، الكلام مليء بالنور. قلت لها ربنا يعزك ويعينك ويبارك في عمرك، ممكن تدعي لي؟ ادعي لي ان ربنا يفهمني، ادعي لي ان ربنا يعلمني، ادعي لي ان انا ما اطلعش اضلل الناس اشدد عليهم او افرط، ادعي لي ان انا اكون من اهل الوسط، ادعي لي ان انا اكون من اهل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يعني من تولى بامتي يعني امرا فرفق بهم فارفق به. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لكل من تولى الداعية، ده تولى أمر الناس في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان رفيقا بالناس ربي تبارك وتعالى سيكون رفيقا به في دنيا وأخرى. فأنا طلبت منها هذا الدعاء وقلت لها ادعي لي أن ربنا يجعلني صادق في صلاتي، صادق في أذكاري، صادق في تربيتي لأولادي، صادق في معاملاتي مع الناس، صادق في كل شيء، صادق وأن يجعلني أعمل في هذه الدعوة خالصا لوجه الله الكريم، لا أبتغي بها شهرة ولا أبتغي بها مال ولا أبتغي بها جاه ولا أبتغي بها سلطان ولا أبتغي بها سوى رضا الرحمن تبارك وتعالى. دعت لي وكنت في قمة السعادة وهي بتدعي لي وأنا حاسس أن دعواتها مستجابة من رب العالمين تبارك وتعالى. المهم إخواتي في الله وأحبتي وتلاميذي الجمال، جاتني رسالة من سيدة فاضلة من الجزائر، هي فنانة تشكيلية بترسم، فأخبرتني أنها تتابع برنامجنا وأن برنامجنا ده برنامج خفيف لطيف هين لين بعيد عن التشدد والغطرسة و فأسعدتني أنها أصبحت تصلي، تحافظ على صلاتها، أنها تحافظ على أذكارها، تحافظ على استغفارها، تحافظ على قربها بربها، وأنها يعني ابتعدت عن كل نوع من أنواع الفنون الذي يعني فيه بعض المحرمات، وقررت يعني أن يكون كله في رضاء الله تبارك وتعالى. أسعدتني قوي، فهي دخلت النهاردة معنا في عبادة النادمين. أشكر حضرتك جدا، ربنا يعلي قدرك ويعلي قدر أهل الجزائر جميعا يا رب العالمين. بعد كده إخواتي في الله، فعبادة النادمين، عبادة النادمين هم اللي أصبحوا عندهم لديهم الهمة العالية في العودة إلى رب العالمين تبارك وتعالى، لم يؤخروا الهمة. لا تؤخر التوبة وتطيل الأمل وتعود إلى الآخرة بدون عمل، مين اللي قال كده؟ سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه وعليه من الله السلام. البخاري إذا ذكر حد من آل البيت يقول عليهم من الله السلام، كلام ده موجود في صحيح البخاري، خدت بال حضراتكم؟ فسيدنا الإمام علي قال لا تطيل الأمل، لا تطيل الأمل وتعود إلى الآخرة بدون عمل. يعني تخيل كده ان اللي هو عمال يقول انا هتوب انا هتوب انا وما فيش توبه اهو، وملك الموت خده ولا تاب ولا رجع ففرصه، واحنا لسه بنشم نفسنا، واحنا لسه عندنا صحه نصلي، واحنا لسه عندنا رجلين نقف بها بين يدي الله تبارك وتعالى، واحنا لسه عندنا عينين ننظر فيها في المصحف، ونحن لدينا اذن تسمع كلام الرحمن تبارك وتعالى، ونحن لدينا صحه نقوم بها لله الواحد الاحد، ونحن لدينا احساس ومشاعر نصرفه في طاعه الله تبارك وتعالى، ونصرفه في مرضات الله تبارك وتعالى، ونصرفه في القرب بالله تبارك وتعالى. أوظف أحاسيسي وأوظف مشاعري وأوظف طاقات قلبي وفكري وكل ما منحني ربي تبارك وتعالى في كل ما يرضيه، في كل ما يرضيه، فيكون حب فيما يرضيه، فيكون علاقة بزوجتي فيما يرضيه، علاقة بأولادي فيما يرضيه، علاقة بإخواتي فيما يرضيه، علاقة بجيراني فيما يرضيه، علاقة بالشارع فيما يرضيه، علاقة بسيارتي فيما يرضيه، علاقة ببلدي فيما يرضيه، علاقة بوطني فيما يرضيه، وأكون مصدر للأمن والأمان على أمتي، ومصدر للأمن والأمان على وطني، وأدعو لأوطننا، أدعو لأوطننا، لأن أهل الشر حريصين على أن الفقر ينتشر، حريصين على أن الضياع
ينتشر، حريصين على أن الشعوب تضيع، على أن الشعوب تتيه. وكان سيدنا الإمام الشعراوي رضي الله عنه وأرضاه يقول لأمتي من فاسي، إذا كانت لأمتي من فاسي يبقى قراري من راسي. لأمتي من فاسي يعني إيه؟ كان زمان عندنا في بلادنا تلاقي الناس زرع على جسر الترع، على جسر البحر، الناس زرع في كل مكان، الخيرات في الشارع، الشوارع مليئة بالنخل اللي مليان كذا، الشوارع كذا، الشوارع كذا. كان زمان الجعان بياكل، الجعان بياكل لأن كل حاجة مزروعة. مش عايزين نتحول عن كده، لأن المراحل القادمة مهم جدا جدا إن احنا نهتم بده. يبقى عبادة النادمين النهاردة رسالة جميلة جدا جدا مننا إلى الحياة، رسالة مننا إليك يا حياة سنكون من الذاكرين، رسالة مننا إليك يا دنيانا أننا سنكون من العابدين، رسالة إليك يا دنيانا أننا سنكون من المحبين، رسالة إليك يا دنيانا أننا سنكون من الذاكرين لله رب العالمين في كل أحوالنا، رسالة مننا إليك يا دنيانا أننا سنكون من الصابرين على الأقدار، رسالة مننا إليك يا دنيانا أننا سنساهم في نشر الأمن والأمان، رسالة منا إليك يا دنيانا أننا سنكون مصدر للسعادة والخير والفرحة والأمل للناس، ومصدر للبهجة، ومصدر للعطاء، ومصدر للأمل. رسالة منا إليك يا دنيانا أننا لن نستسلم للمعاصي ونكون من النادمين العائدين إلى رب العالمين، أننا لن نستسلم للمعاصي ونفزع إلى الاستغفار، أننا لن نستسلم للمعاصي ونفزع إلى رضاء العزيز الغفار، أننا لن نستسلم للمعاصي ونكون في عبادة النادمين العائدين إلى رب العالمين، المتذوقين لذكرهم، المتذوقين لاستغفارهم، المتذوقين لقراءتهم لقرآن ربهم، المتذوقين في صلاتهم، المتذوقين في سجودهم وهم يناجون الرحمن، ربي هب لي المتاب حتى أتوب واغفر لي ذنوبي، ربي هب لي المتاب حتى أتوب واعف عني فقد عارتني الذنوب، وعلى دين أحمد فأمتني وحي قلبي يوم تحيا القلوب، وحي قلبي يوم تحيا القلوب، وحي قلبي يوم تحيا القلوب، أنادي أفزع أقوم لا أستسلم، أفك جنازير المعاصي عني، أفك جنازير الغفلة عني، أفك جنازير الإحباط عني، وأقوم وأتوضى واقف بين يدي ربي وأصلي وأقول له ندمت على ما فعلت، ندمت يا رب تبارك وتعالى، ندمت على ما اقترفت، ندمت على ما ضيعت، ندمت على ما تهت، ندمت 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 ندمت. فما أروعها عبادة النادمين، لأن فيها انكسارات عالية قوي، فيها أذواق عالية قوي، فيها إحساس كده أنك واقف بين يدي الله أو بتقرأ كلام الرحمن تبارك وتعالى الذي يقول وإني لغفار لمن تاب، وإني لغفار لمن تاب. قم وافرح بعبادة النادمين، والزم عبادة النادمين، فربك تبارك وتعالى يحب أن تكون من التائبين ويفرح بك. لله أفرح بتوبة عبده، حينما يتوب العبد إلى ربي ربنا بيفرح. مش عايز تفرح ربنا؟ قوم وفرح ربنا تبارك وتعالى بيك، قوم وفرح ربنا تبارك وتعالى بيك، لأن الشيطان الرجيم قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كن أنت من المخلصين الذي يفرح ربي تبارك وتعالى بتوبتهم، يفرح بعودتهم، يفرح بحبهم، يفرح بقراءتهم لكلام ربهم، يفرح بذكرهم، يفرح بذكرهم، ويحب هذا الذكر. كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، أنا عايز أعمل حاجة ربنا بيحبها حبيبتان إلى الرحمن، يبقى أنا عندي التوبة بتفرح ربنا تبارك وتعالى، بيفرح بي. استغفر الله العظيم من كل ما يغضبك عني يا رب العالمين، وأيضا أن أكون من الذاكرين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم حبيبتان إلى الرحمن. فأنا نحن الآن لو قلنا استغفر الله العظيم نفرح ربنا، يلا نستغفر الله العظيم. طيب عايزين بقى إيه؟ عايزين نقول شيء ربنا بيحبه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، حبيبتان إلى الرحمن. فأنا وأنت الآن قلنا كلمات هي حبيبتان إلى الرحمن تبارك وتعالى، فما أجمل أن نفرح الرحمن تبارك وتعالى، وما أجمل أن نكون في كل موقف يرضى فيه ربي تبارك وتعالى عنا ويحبه. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ما أجملها.
طبعا أنا الذكر ده دايما أقوله، ويعني دايما بربط سنة النبي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أورادي، فأقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. كان صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لا إله إلا الله ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فأنا دايما بمسك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأعمل منها أوراد وأعمل منها أذكار، حتى لا أخرج عن مسار الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فما أروعنا أن نكون بقى من النادمين، ويبقى عندنا ورد يومي، استغفار 100 مرة، الصلاة على النبي 100 مرة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة، كما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان بيستغفر 100 مرة، وكان يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة. والنبي كان بيلتزم، علمنا العدد، فالأصل في السنة العدد، الأصل في السنة العدد. وإذا كنت بتحب السبحة لا مانع، عندك في الجزء الثاني في كتاب نيل الأوتار للإمام الشوكاني، وهذا عالم من علماء أهل السنة الرائعين، له باب جواز العد بالنوى والحصى، فيه كل الدليل العلمي الرائع الذي يسعدنا ويسعدكم في الحياة. ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.